الوفيات اليوم. قلت عن شنو، من هو المسؤول رقم واحد عن هذه الفاجعة؟ لأن هذا فاجعة، هذا سين كاتاستروف، لأن مشاو أضروا من الواقيش. دونك هذا لابد أن يكون فما أن ريسبونسابل. كي هي الريسبونسابل في هذه فاجعة ذهبها وتركها اللي طاحوا في هذا الغاء وماتوا. كي من هو الريسبونسابل نيمبر 1؟ وشنو هو الفيتير؟ شنو هما إجراءات اللي يقوم يتاخذوا لكانوا يفيتي حد النوع من الزنسيلة؟ زين، أنا شاك على أن إنسان قواد سوق راسه، لا كل إنسان هو اللي قواد راسه. ونحن في موريتانيا، برغم على أن الدولة الموريتانية من 1960 قائمة، هذه الدولة اللي بعد الاستعمار، شفنا ياسر من المشاكل، وشفنا ياسر من عدم احترام القانون، وشفنا ياسر من المسؤولين يعدل ياسر مشي ياسر من اللي كادر ما هو في بلاصته، وكل شيء غير ملي نعرفه نحن حقيقة. عن المواطن الموريتاني ما عنده علاقة بالتنظيم، وذا اللي ينقال له النظام، وذا اللي ينقال له قوننة الأمور، ودائما ماشي لا على هواه، قال جيتو باش ما نعمل. هاو الشباب رحمة الله عليهم قادهم القدر، بعلنهم يمشوا يلودوا لأرزاقهم كيفتهم كيفت أولاد موريتاني كاملين اللي عايشين البطالة. 80% من الشباب الموريتاني، اللي الشباب الموريتاني راهو لك يمثل 75% من الشعب الموريتاني، هذي بين 18 و 43 عام يمثل 75%، و 90% من هذه 75% لا دي بيبي دي زانفان، لا دي شمنا الأطفال، تربية الأطفال بها اللي الدولة ما هي موجودة. لماذا نقول الدولة ما هي موجودة؟ بها اللي المدرسة الوطنية ما هي موجودة. احنا عايشين مدرسة المستعمر، ولانا عايشين مدرسة المواطنة، المدرسة الوطنية. كنت المدرسة الوطنية موجودة، وكل حد حاسس على انه مربي تربية على انه مواطن، وان الدولة في خدمته، يقير يعرف ملي واجباته ويعرف ملي حقوقه. ولذلك هذه المدرسة نحن مفتقدينها من اوائل الثمانينيات، من سقوط محمد خونة والهدالة، وفات المدرسة الوطنية، وبدأ شي ينقالوا السياحة، شي ينقالوا للتوريسم، وخلق جيل من جيلين قالوا بيبي جاكسون، جيل جلي راسك ومسح وجهك وثني ترهك ودروات قوش وقعد على كافيه وتمرطل وشوف الكادر الفلاني اللي سارق لمليون وسارق لمليار ومش ريال ووته والمال العام يردح بيها ويعدل بيها اكسيدانات ودفع انت وكري ووته ودقدقها وحل هلاك ومشاكله قيط قيط من الليلة. كون العادلة هي طرشي مع محمد دول القزواني ومحمد دول بلال، وهذه الجماعة اللي تباني متجهة اتجاه مؤسسة الدولة، يقير داخلين في حرب قوية مع هذه اللوبيات الفاسدة اللي متنبية للفساد. ما عليه أعلن هذا الشباب رحمة الله عليهم، نختار نتخطى اكسيدانهم هما، ونوجه رسالة لأخوتي كاملين من الشباب لأنهم يالتهم يبرت لاتنسيون، يعسوا على رؤسهم أولا، يعرفوا على ما فهم ضامن. علاش ما فهم ضامن؟ فهم جندرميري وفهم بومبيي وفهم أمبيلانس، يقير ما فهم أتياها الفنيين الحرفيين اللي لين توقع واقعة يقدوا أوتوماتيكمان يتعاملوا مع هذا بصفة فنية، ويسلكوا رقاج والله 2 من 5 والله 3 من 5 والله 10 من 100 والله 3 من 30.
يعسوا على رؤوسهم ويعسوا على رؤوسهم باش يعسوا على رؤوسهم على انهم ما يعدلوا حفر ما هو قانوني، انهم ليه تلاوا يحفروا يعود شيء مشرع، يعود شيء عالم به دولة السلطات موقعته وموثقته باش لين يخلق ان كا كيف دير اللي يخلق تقد مدة ريكلامي تقد مدة تحاكم الدولة من راسها، تحاكم الدولة ذيك تحاكم السلطة التنفيذية، ما هي السلطة التشريعية ولا تحاكم السلطة التنفيذية، ولا عاد قاع يمشي انها تحاكم البرقاد اللي مختصين في ذهو معاينته متابعته اللي يقبضوا عليه الضرائب ويقبضوا عليه الرواتب ويقبضوا عليه هذا. ذيك التراب ذيكي عبارة عن لا شمن الرماد كيل من الحموم مكبوب عليه 10 كيلوات من الرماد، وتدخل انت لتحفر، انت تحفر لي تقول قط قال انا ولي ذيك المنطقة ذيك التراب ترابي بل لي وبل منين اجدادي وكل شيء ذيك التراب منطقتنا ونعرفه، وذاك انزون خطيرة الساكن الاصلية اللي فهم ما تحفر ذاك الحفر، لذلك ما لكانوا يحفروا ذاك الحفر تعود تسمع الوفيات قديمة مذالها خارج. هو كيس كي سي باسي هو ريال ما هو ده اللي خلق بالضبط شنو؟ وذا اللي خلق انا ماني حاضر له، انا نتكلم لك من بريكسل يا قاير ذا اللي خلق. اوكي اوكي انت معنا في موريتانيا زين. نو انا ماني في موريتانيا انا في بريكسل يا قاير ذا اللي خلق حسب اللي سمعت على انه خالق المسيو شاقلته على انه لا يقبض دي جون ويقيس بهم بلاصه ويحفروا له ولين تجي نتيجه يتقاسم معاهم. يا قاير لي مسيو كانوا مشرع كانوا ما مشرع الله اعلم، ما نقدر نقول شيء، ما نقدر ناقذه ولا نقدر مولي نتهمه ولا نقدر مولي نبرئه. نعرف على الناس كامله كل هي لود الشيء وكل موريتاني تاع لمسيو اسمه؟ لمسيو ما نعرف اسمه، انا لا سمعت لا كيف تاك سمعت من الفيسبوك. اوكي. واجعه الله عليهم. يا قاير انا نقول للشباب والرجال والواقيش كاملين ما شاء ما تحفر ذيك المنطقة القربال وحد يعس على روحه والروح مؤمنة لا كيف تطلاتك لربك عبادتك مع ربك، معناه انك ليه تمشي تنتحر قاتل النفسي لا شمو بعد قاع رايحة الجنة، والله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدوني، بعد قاع السابق معناه انه ضامن لك، ضامن لك خبزك وضامن لك لبسك وضامن لك عورتك وضامن لك صحتك وضامن لك كل شيء لين تعود علاقتك بربك مباشرة، تعود تصلي وتعود متبع ما قال الله ورسوله. يقال مولي هذه الدويلات اللي قائمة بعد الاستعمار اللي كان خالق في عالمنا نحن الإسلامي عنه، هذه الدويلات الهشة الضعيفة اللي مساسية على تربية ومدرسة مدرسة المستعمر. فهم بعض الشعوب اللي ذاك ما يقابلته كيف الشعب الجزائري وكيف الشعب البوركينابي وكيف الشعب الغاني، وذوك فاس فاس مع الاستعمار ولهم قابلين وعايشين أعلنهم شعوب حرة وهذا وأعلنها ماشيين على إرادتهم. وفهم شعوب كيف تنا نحن وكيف السنغال وكيف هذا عندنا خطة من المستعمر ننفذوها وماشيين عليها، ولا عندنا بنك مركزي يصنع فضتنا ولا عندنا ضمان بالرغم من عندنا الخامات الذهب والنحاس والفضة وكل شيء، يا قير ما نقبضوا خاماتنا ونعدلوا منهم ضمان اننا احنا غارانتي لوكاتيف موجود عندنا احنا ستوك في بنوكنا، فهمت؟ يعود لوكاتيف للبيبل من راسه، خلق شيء لا هي ينقطع منه، فهمت؟ فلا سيكوريتي سوسيال وفلا سانتي وفلا كول وفلا كامل. اذا ادمنستراتيفما نحن تابعين للمستعمر، ولا اشبه منا كاع فرانس سيفا جروب سيفا اشبه منا بين اللي نحن ما عندنا شيء رياليتي ما هو لعاد لا هي طرى مع هاي المجموعة الجديدة اللي أنا شايف فيها على أنها ماشت في اتجاه مقبول، ما نقدر نقول نحكم عليها لأنه صحيح يقير عندي أنا مقبول يقير راعي فيهم داخلي في الحرب مع المجرمين مع اللوبيات السراق ومع الناس اللي تخدم المستعمر وتخدم تفشيل الدولة، وراجع من الله أنهم ينجحوا. يا قير رسالتي للشباب اخيرا هي نقول لكم عسوا على ارواحكم وراه اللي حفر حفره باش لود الذهب، ما هي مشرعه ولا هي مقونه ولا فهمت وقت مطرحه
مديستريبيو مع ساب فامي بار واتساب، ساب يدخل في الحفرة وطارح كوبيات منهم في كل بلد. أراهو روحه كيف تروح الكبش، معناه انه عس بعد قاع لروحه الى بعد قاع الى راد الله على انه هو مشى باللي الفنيين مو موجودين في موريتانيا. نحن درك عندنا ان بروبليم، هذا اكزامبل كيفاش كيفت الاكزامبل لو بورت دوتونوم دنواكشوط وميناء نواريبو. هاول دو بور عندهم مشكله كوميونيكاسيون مع لي بور انترناسيونال، بلياش بلي ما عندنا الفنيين، ما عندنا الناس اللي خبره. قابلتوا مده ثانيه ما عنده خبره وصلن، كان دبار كمان لا زقيبه على منكب واحد، فهمت لي غريو هذا والماتيريال اللي يشتغلوا به مؤسسات المواني العالميه نحن ما نشتغل بها، ولذلك نحن دائما نو كوماند متاخرين. لكن نقول نو كوماند معناها لي كوماند ليتا موريتانيا، كيف تخبار الاعلاف واخبار المواد الغذائيه اللي تعني الدول دائما متاخرين. فاش بين اللي التواصل مع المواني الدوليه ضعيف، بين قبيض الاخلاق، قابل الاخلاق مد مديوره ومعطيه هذا، هي ما عندها ما هو ما وفقها ولا علمها. شو من الناس اميين مسكين قبضوا تم ينزل في الزقايب على ظهورهم، وذا ذيك الدبر كما تدي ذيكي وذاك الطريقه دي ذيكي، يا قال ما فهم دي كونتر ميت ولا فهم دي سبيسياليست ولا فهم الناس ذا عندهم تواصل مع المواني العالميه باش يعود معروف عن ذاك الميناء عنده احترام ويالطو يقدم ويالط عمله ينضبط ويعدل بحرفيه باش يقيسوا الشيء بطريقه مهنيه. ثم اللي طالب منهم عليهم يعصوا على رؤوسهم ولا يعدلوا شيء ما هو موثق باش ما يمشوا ضحايا. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا. حمادي احمد دوبومبا. حمادي احمد دوبومبا راني ديكروشي تورنا بيل. حمادي احمد دوبومبا ابارما اوكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. ألو معك. تفضل. صحيح. أيوب بيتر شحالك؟ ما شاء الله يا كباس. يا كباس على خير. ماشيين. ما شاء الله. بس ما شاء الله الحمد لله. هذا أو لا نشارك معكم في الموضوع تو. الموضوع والله 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 تبين فيني. لم تأسف منه حتى لم تأسف منه العالم كامل إلا شو من حوادث يا خلق موري ثاني بو. وش جديد ولا وش طاري؟ ولا عند حد اللي واسي مدى ماشى تروض لغمة عيش خلي عيالهم لو تسمعتني به ما عرف لهم حد شيء أمن ما هو خارج بوم دونك لا أخلق لهم لا النار لا النار راجع موتو ما عند حد بيش من أشخاص والله تسعة والله عشرة حاجة أخبار ما عندنا حد كا لا شيء جاوبينه من فيسبوك لا قطينه لا تسمعت به دونك لين تخرج جمعة وتو خرج سجاير. هذا ش محمد لميجا. محمد لميجا. أفضل زمان غيني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك شو ماس يا كريم يا جعفر. ما شاء الله حامدين ولا. أنا البث قام ما حضرت البداية وقاعد كيش تتكلموا عن هاو المناقبين ما تكاف سالمي. الله يرحمهم إن شاء الله. أمين الله. اللي باقي فينا هذا الخلق لهم. ويخلق يخلق دائما قاف ساعتين نبدا نذهب لرواية تخلق يا غير ما هو نعرف هو انتم تعرفوا هو اللي يخلق اكزاكتو ما بالتفصيل. انا نتكلم معك في سنغال غير عندي شويه من الاخبار.
حسب الناس اللي في المكان بعد حسب الناس اللي في المكان لأنهم هما ما هم مثل كما قال الرئيس والصيد راقد العرق يرمو أنه الناس أنه لا يناقشوا تو يقوم يتكلم هم 11 أونس بيرسون وتو وواحد كان واقف فوق هو اللي قال طاح يعني تهرترت التراب يحيط طاحت طاح معاها ما قد يسلك راسه ما كان قام معاهم النقر وثمانية كانوا في تح واثنين كانوا في بليد أخرى ما بعيد منهم اللي هو 11 بيرسون هو قام ما عالم شيء حسب هم اللي آخر الأخبار حسب يقولوا إنهم دونك هما تمام ذولي تحت يجهروا إلينا هو حسب الناس اللي في ماتيا حسب الناس اللي في ماتيا قالوا عنه كان يهدئ كان آمن إنه ما كان آمن باللي طريقة اللي يجهروا بها ما هي آمنة هما وش من الشباب شو خالك شيء مولي نحن ما نكذب على روسنا وش من الشباب كان في الماكشوط والله كان في بليد أخرى وعياطلون قالوا يجهر التراب وقام يجهر هي تراب ما هو اللي يرجعوا يجهرها وتوية ما دي كيفة ما هي هو شو شو تذهب هذا قضيته ما هي حسب ناس من ناس نتخلط عليه واحد يرفض بيش الله يرفض بيلة ويقول ماشي النقاب عن الذهب فيوشو بيلة ما هو ينقب عن الذهب فهم واحدين هم اللي يكروا الناس يجهروا هم اللي يقبلوا هم اللي يكروا الناس يجهروا هاو الناس قاعدين هوك واحدين اخرين يكروهم يجهروا خارجين واحدين يتعاملوا معهم للشهر وخارجين واحدين يتعاملوا معهم للنسبة أقهمتوا يا قيران نتكلم عنه ذو الناس اللي تجهر اللي كله جاي من أرض هو ما يعرف تراب ويقوم تو يجهر كيل فارق أو معي تراب جهرة ماذا كيفها وحسب أكلام واحد مما تيام من المناقبين معهم قاعنا الحفير قال وزمن ذاك الحفير وزمن ما هو آمن اللي طريقة جهروا بها ما هي آمنة أقهمتوا يا قيران فكرني رقاجي يرائي في رواية ذا كيفها ويدخل شارها اللي المرحمين عليهم ولي قضاء الله وقدرهم ما عند حد فيش ولي شيكيني يا غير ذا فر وحمل لا للدولة هي مشيتهم له وهي اللي بخليتهم فم يموتوا في ذاك الواحد اللي فيه حلف لي واحد انه ثابت 14 يوم ان الدولة جاهم فما تياها قلعوا منهم كل واحد 5000 ضريبة شهريا 5000 يخلصوا كل شخص يخلص 5000 ساب 14 يوم الحادثة ولا يستنزفوا توم احنا ما عندنا دول عندنا واحدين يستنزفوا الفقراء وخلوهم اللي يموتوا الى ماتوا تو يموتوا قاتلهم فيهم هو فهم هو حسب فهم في 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 بومبي وفي لا جاندار خبر يونيتي ميديكال ما هو فهم حكتني خبر امشي من الخلق ماتي ادخل كي ترى ماتي تعرفه كاع اخبار بومبيو اخبار ذا اخباره اللي عاد في الشامي واقف ماتي ياه فقال له قزرع ما فهمشي ما فهم سبه انت تعرف ايش قالها اي بل اللي جاتهم تعرف انت جات شو هو الحاتي طاح عليهم بين ستر وتا نعم بل جات اينا سبحان الله بل جات اينا أجا حتى جاي عاد وكان وحيي ما أدري لو ألو موفر شعنا سيدي سالم عبدين هاي لا يعني تقولنا تكلمنا عن هاي أخبار هاي فاجعة الذهب عابدين هاي لا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حالك يا أخي الباقي ما شاء الله الحمد لله كيفكم أنتم مش ماسين ياك معافين يا الخير ما شاء الله رانا شكريناك على الضيفات اللي تعدل دائما في مواضيع مهمة جزيك خصوصا ذيك قضية التركدي بطلوك التركدي ولكن وبالنسبة لهذا الموضوع بالنسبة لهذا الموضوع اللي إنا إلي وإنا إلي راجعون حد يعرف أنه ما عنده دولة ما عنده حكومة ما عنده آليات
فوت اتفاق عقوش هدروات على الوتات وعلى الديار اللي في الصحراوي واللي في تفرق زين والناس الضعاف تمشي ويردمها حاسي والله تردمها رواية ما تجبر قاع حد طول واجعبها يا أخي. هما السواي الأولين قالوا لا رحمة الله علينا وعليهم قد شفت حد يمشي في جناس تلقى جوا قاع ما يعرف كان وفات مات والله ما زال حي سبحان الله. ثم مر الناس رانكم تقولون كان هم ماتوا والله ما زالوا حي يا غير ما تقدر لا يطيح الحاسي تقولهم خلوا رين ردوه عليهم وتوف رحموا عليهم رحموا عليهم بعض أنا أعلم ما في مسؤولية ولا في مشي وهذه إدارة المعادن باش من ذا هم قاع ما يلا يمشوا سلن ولا يلا يخلاوا يجهروا ما هو معدل لهم ما هو معدل لهم نظام الجهيرة ويعود كل الرجال يتكلم يعودوا فما تياه متخصصين فلين قالوا الجهيرة وفم قوانين سكرتير العمال اللي لا يتعمل بهذا البشر ما هم ريبوهات فهمتوا هذا شيء من البشر لا هي يجهر ولا يعدل الحسيان ولا يدخل معه لأنك تطلص شيء من الدمية وشيء من الخلوات ويتموا كلهم الجهر وكيف أخذ ما هو نظام دولة ولا هو نظام هذا وتعود تخلص منهم على الزقيبة وتخلص على الوتة وتخلص على العامل وتخلص على الرقاش وانت ما لك موفر لهم أبسط شيء حتى قانون تسنوا على ما يلا حد يشق المدة ما هو جايب له الأجهزة اللي لا يتضمن له سكرتير إلى تلاوي جهره حتى قانون بسيط اللي لا تسنوا وتوقف للصنادرة على أنه يعدل ما هو معدل لهم لا مشي انت جيب انت خلص هون تماشي يلا مشي جهر هذا ما هذا بيني وبينك ما حتى قاع ما نعرف قاع في منين ما يقدر يخرب يقال نحن مشكلتنا لا من السكات لا من السكات وبهذا اللي بيهم تقوم أخبارهم بيهم قضية الطفيل المغربي اللي قالوا عنه هو دائما يطيح الحسيان على الناس ولا قد تكلم عنهم رأي معاك على اللي تقول شفت هما أنا نعتبر عن قضيتهم ما قامت بيلي اللي كانت قامت قضيتهم ما يعود هذه الرواية تمر مرورا لآن هذه كما تقبل انا جي بابا كونسوفوار ما نقدر نفهم ما نفهم منطق لين خرجت من جهات كاملين ما نقدر نفهم عن تعود فم تعود شي من الشباب كلهم خال عن اهله ماشي يجيب لهم لقمه العيش وضره هو ماشي ولا هو راح ماشي ماشي شور بليد شور أرض مهدينه لعقارب مهدينه لحنوشة مهدوا باطل لا عنه يوقت ومهدوا عنه تسرطوا التراب كيف يخليك ويعود ما فهم إن يونيتي ميديكال المطروحة ولا فهم إسعاف ما فهم إسعاف ما فهم إسعاف ولا فهم أميتيان دوردر مي سيكم سي لا قبطوا رجاج ومشيتوا شو رجلوا ما فهم قاع قانون باهي لاهي ذا رجل أعمال اللي مشقر ذا العامل بذي الطريقة وبذي الظروف ذا أنا اللي اختار نعرف ذا الراجل اللي قالوا عنه هو اللي مشقلهم ولا اختار نعرف ذا فهمتوا ذا اللي مشقلهم اللي مشوا قبل أوتوريزاسيون وحياط الوحدين قال لهم عندكم نسبة كذا وها وهاك وش من البيلات وقام هما يجهروا القيران ويتموا يجهروا عندهم شي من لبادين الصفر منين تشوفهم تقول على أنه رميات العمادي يبنوها في ذيك الخلوات ولا هو تحت نظام ولا هو تحت ولا واقفين ولا واقفين الناس المتخصصين في الأرض ولا في الجهيرة ولا في نوعية شيء ولا في مدة لا يتنقذكم إذا طاح عليكم حتى أبسط شيء أمبيلانس ما يخالقه إذا انجرح واحد أنا الله عجيب هذا ما يصح
وهما هذا أركاتيه أنت تعرف علنا هذا أكسيدان دترافاي، الله أهلهم بعد على الأقل يعيشوا بخير لين أولادهم، يا الله يعوض لهم وعلياتهم و يلا يوخر لهم خلاص ويا كامل. إذا وينهم؟ وين حقوق البشر؟ لا نو لا يردموا عليهم وتوف. هو اليوم قالوا عن الحاكم كان يقولهم نو خلوهم لا يردموا عليهم وتوف، لا ينقادوا عليهم التراب وخلوهم فمهم ما تلاو حيين. قالوا واحدين نو نحن ندور أولادنا نمشوا بهم نقاتلوهم وصلوا عليهم. نو مي هاي مي ساسي غرافة مي ده خطير. والناس ما تتكلم، الناس ما تتكلم. قضية الطفيل هذا ريان، قضية ريان هذه ناس قعدوا معه 5 أيام. ناس ده هو اللي قالوا عن الناس وقفت معه، وقفت معه الناس، وقفت معه الدولة. فهم كان فهم حضور دولة، حضور قوي، بما أنه هو بينفرع انه هو داخل نجر قارو لا يعرف حد مصيره شو يقعد الدولة. كان فهم من لا بريمير مينيت كانوا فهم جهود انفولونتي وكان فهم الشعب وكانوا فهم كان كيسه هادو واحدين يقول عنهم 8 واحدين يقول عنهم 11 هادو كلهم هو اللي جاري على اسرته 11 كلهم وراه 14 ريان صغير كان يجمع لهم شيء كان شيء وكل فهمتوا. هما ايش لا يقولوا لهم قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. هذا متأكدين منه، ما عندنا فيه اي 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 رواية واضحة عن قدر الله وما شاء يقال حقنا يقال الإهمال هو اللي ما هو مقبول. اعلنك انت لا تقبل الفضة ولا انك عاطي مقابل، تقبل الضرائب تجمع في الضرائب ولا انك معدل مقابل من توفير الإسعاف، من توفير إنجنيرات يساعدوا الناس في قضية الجيرة يقولوا لهم هذا لا تجوروا بذي الحال، من قضية التكنيك لأنه ما يعود كلهم قار وزر قار الأخر. هذا كامل ما هو خالف مشكلة، والناس ساكتة، الناس المشكلة على الناس ساكتة، نحن نتم ساكتين. أنا ما أعرف الناس أنت ثلاثة تتكلم وواحد ما تتكلم ما تتكلم ما تتكلم الناس ماتت، الناس خلاها الجوع، الناس خلاها الأسعار، الناس خلاها قلت الصحة، الناس خلاها سيبار حل حدهم وين قالوا أنت كذا مشكلة. أوجزاك الله خير، مرحبا. هم يقولوا إنا لله، قلت لك الناس تقول إنا لله على هذا 11 راجل، نحن نقول إنا لله على دولة كاملة بيه اللي هذا ما هو شقير دولة ولا شقير حكومة ولا شقير الله يلحق. فهمت هذا اليوم أخرج لهذا واحدين ثانيين يخرج لهم حريق ما يجبروا بكمبيا، واحدين ثانيين يخرج لهم أكسيدام تتكبب عليهم كميون ما يجبروا حد ينقذهم، 7 سوائع يشير طايحة فوق وته على طريق نوادي أبو ذاك ذيك الساعة يرحمه إن شاء الله، أخ مسكي الوادي أبو تمضي عنهم يمضي عنهم الإنقاذ 7 سوائع. هذا ما يصح، هذا ما يصح. يسرسلوا واحد والدولة ما معدل شيء، النظام ما هو معدل شيء، يوكل الفضاء الناس اللي قد يهاجر يكرد الخلو واللي قعد في ماتية هاي تم ساكتهم والله يندار في الحبس. شكرا جزاك الله خيرا. شكرا مرحبا سلام بكم مرحبا خير. سبحان الله انا 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 جي بابا كومبراند جي بابا كونسوفار ما نقد اي منطق يسوى هو شنو نفهم عن تعود مد قاعدة في الخلوات في 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 اللي ملانة من الحنوشة وملانة من العقارب وملانة من الخشاش والويل والوجالة، ولا عندهم يونيتي ميديكال ان كا ديرجانس، ولا فهم ان مينشن دوردر ان كا ديرجانس.
mais là, je ne peux pas le concevoir. نجد أنت لا تخلق في موريتان. علاش هي الدولة اللي قالها موريتان ما فيها نجدة؟ أين نجدة الفقراء اللي قاعدين؟ ما عندهم قوت يوم. ولا فيها نجدة الطفيل قاعد باكي عليه مكفي عليه وتسبع سنوات سبع ساعات يحني. كان تجي أمبيلانس إياك تنقذوا من الرواية ولا فيه نجدة شمن الشباب 11 روح داخل النقرقاق تحني وتجي تنقذ نجدة مني نحن في مني ذي البلاد اللي نحن فيها منين وشنهي وشين قال وشين هو معنى المواطنة وشين هو معنى عندك موريتاني وعندك يعطيك تقول تبقي موريتان وعندك يعطيك تقول الدافع عنه تقول انت اللي يعطيك تقول الدافع عنه هو في الوقت الحاجة اللي تدوروا فيها ما تجبه في وقت الحاجة اللي يدوروا فيها يدوروا فيها ولا ما يجبه في وقت الحاجة اللي يدوروا فيها اختك وزوجتك وامك وابوك واقربائك ما يجبه نجد منين الذي لا ينقذ أرواح الموريتانيين اللي معرضين للخطر انا الليلي واطراف منين ذلي سيكوا ذلي هذو لا 11 كيف قال الشاب اللي ضاق هذو لا 11 مرحمين عليهم ونقولوا عليهم انا لله وانا اليه راجعون يا قاهر فما 4 ملايين زايده مقول عليهم انا لله وانا اليه راجعون بانهم ما فيهم رجاج ماشي ما عنده رواية مسند عليها ولا فهم رواية إلى آخر قلت له فاجعة تقلت تجي يسند عليها ما هو فهم هذا حد قالوا قال عنه يختاري يقيم حرب أهلية والله يختاري يقيم مشاكل والله يحرر ما كل نهار لا تعطونا السبب اللي نقوله فيه كل نهار لا يخلق فيه سبب عن النوع من الروايات موريتان ما فيها أمن من أي بلاد من أي بلاد إذا مشيت لا تشتغل ما فهم أمن لك إذا ما مشيت ما أنك مشتغل ما فهم أمن لك إذا مشيت لا تشتري كسكس ينضرب منك حيوانك وتندق بموس يسوى كبير يسوى صغير وتموت وتفارق الحياة ويقولوا لك إنا لله وإنا إليه راجعون إذا مشيت لا يتناقب كان تجبر لقمة العيش تجيبها لك لا يبقيها فقار وقال دروا عليهم التراب وقعدوا عليهم لأنهم ماتوا حيين قال لك إنا لله وإنا إليه راجعون إذا عطت طفيل صغير ماشي بيك والدتك وعد بيك نواريبه لا تنكفى عليك الوتة وتقعد تحني سبع سوايع يا تجيك النجدة وينقال إنا لله وإنا إليه راجعون ولا عدت كاميرا ماشي دوري تعدي همك والله راجل لا يجوك شي من مقاصير الاعمار يوخولك لما يقلع منك حيوانك ولا فم نجدة في الشوارع ياك تدخل في النوع من الروايات الى اخرك دونك باي منطق دورنا انتم نقولوا الكلام زين عن موريتانيا باي منطق دورنا انتم ساهتين ولا دور درنا تمو نقول لكم لا شمو نقفض لكم ما هي معقولة وهذا اللي خلق هذا اللي خلق الهادو له 11 شاب هو مصير الشعب الموريتاني كامل كلهم ماشي في حياته ماشي هو ماشي قوطر قدامه ريسك ماشي قوطر في حياته في خطر منطق الوطنية وطني تاش نين يعود وطنية يلي يعطيها لعنة شن هي نين يعود الشعب معرض عنه يموت ليلة نهار ما فهم دولة تقد تخرج له ظهره وطني تاش أي وطنية بأي وطني تاش نين يعود
يعود الضعيف ماشي لود القوت يومه يؤخذ عن ولاده وهله ما هو لا يرجع لهم لانه ما فهم رجاش يقد 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 يكرد ظهر وطني تاج. ثم لا كل حد منكم يسمع كلمه يركب الامواج الوطن وطني تاج وطنيه شنو معناها الوطنيه منين شنو قالوا يبيح بها الموجب منين الوطنيه حتى كامل خلاقه في موريتان وكابر فيه ما هو مقرر حد عنه يبقي وطنه ما خالك حد ما يبقي وطنه يقال المراه لم البقره تم تقول ولي لين تقول راسي الوطنيه ما هو حد مقرر لا في الدوله ولا في حد اخر عنه يبقي موريتان شفتوا وطنيتكم هذه وكردوها لان الوطنيه ما هو حد مقرر في موريتانيا عنه يبقيها ولا هو حد مقرر في موريتانو عنه ينتمى لها. الناس اللي تتكلم وتعيط وتزلي لا بيهم عزة موريتان بيهم شين عندهم اللي خالفهم موريتان معنى عنكم ما فيكم حد اقلع ليهم موريتان من الناس الاخرى الوطنيه والناس ما عندها شيء تاكله الوطنيه الناس تصبح صايمه ما عندها شيء تطرحه على النقطه الطبيعي الوطنيه الناس تمشي تاخذ وعد البوتيك تكتل الوطنيه الناس تدخل قالك قادوا عليهم تراب لانهم رحمهم الله ما يعرفوا كانوا مازالوا حيين ولا ميتين الوطنيه منين الوطنيه في دوله ملانه من الخيرات ملانه من الخيرات والشعب ميت به الجوع وجلاله وطنيتاش الوطنيه لا كان صافو زرانج ليه تعود في صالحكم تقولوا الوطنيه وطنيتاش وطنيه وحدين واكلين حق هذا الشعب وثروته بالباطل والشعب ميت ما عنده باش يشري ارض وراس وطنيتاش كيما بارل دو كل سيتوانتي سي كان فوز ارانج اي سيتوانتي فوما بارلي دو كل سيتوانتي سي الوطنيه والجوع ما يخلطوا الوطنيه والظلم ما يخلطوا هذا لا كيف لا قاعد يقول لك تيدوا فيار دو كوا فيار دو لا بوفيريتي بالجوع ولا بالجلالة ولا في الظلم محمد ولي دعيش بسم الله استغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شحالكم يا في لباس لا مرحبا وسهلا تقول ما شاء الله الحمد لله اخي الكريم اولا رانا معزين هذه الناس اللي وفات في هذا المجهر رحمه الله علينا وعليهم ثانيا نختار نقول لك على النهايه ما هي المره الاولى ولا هي اللي تعود الثانيه ولا هي اللي تعود القاد قرميه سمعت هذا فات خرق ياسر من الناس وكلهم يرتد معديه الحسيان ولا ينعرف قاع هو منه ولا نعرف العدد كم سمعت وهذا أنا بعد بالنسبة لي وجهة نظري اللي متواضعة نوالي قضيته لا للدولة أولا وهذه شركة المعادن اللي متباركة معاها لا المواطنين الضعاف اللي ما عندهم شيء صمصرهم ليلا نهارا جهارا وأنا حالا في الميدان أنا حالا في مدينة نقالها مدينة زويرات وفي بلد المكاين بلد في بلد التنقيب ما سمعتك بلد التنقيب زين في بلد ذهب حالا وفي بلد المكاين ولذا دورنا عتك حالا ان عتك المكاين ولا هي نقول لك على ان على ان على ان الدوله انها مقصره سمعت مقصره يا ياسر من التقصير قلت لك شوف انا لا نمشي لك حالا شوف هذا بلد المكاين
شوف هذا هذا المكان اللي يقطعهم الاحجار سمعت ولا فيه زقيبه ولا فيه زقيبه جات هون ما مخلصه عنها 300 وبيا قاضينهم المعادن ايوه ولا في حاسب ما مخلص عنه شوف هذا شفته الله شوف وهذا كامل تخلصوا عنه تراب الو ما سمعتك اخوي الكريم ما سمعتك قلت لك انتوما انتوما نعم نعم انتوما عندكم فم عندكم فم اسعاف اخبارنا يا بويا من اسعاف بويا ما عندنا ما عندنا شيء وش هو اخبارنا انه عندكم فم شن قالوا ان يونيتي د شن قالها منشن كيف الصنادرة واقفين مقاردينكم لعله يخلق يخلق شيء السلام عليكم انا لين اطرحك بالصورة شفت هذا قرياج هون هذا قرياج هون يدور عود كيل كيل والله يا جماعة راني طالب معكم تبارتاجوا تبارتاجوا هاي الفيديو اذا كان هذا المقطع هذه هذا المقطع ينتشر بصفة واسعة جزاكم الله خير اسمع اسمع اللي نقول لك يا الخو اسمع هذا شفت هذا بلاد قرياج هون في الزوارات كرس الزمور عبارة عن تقريبا كيلين والله ثلاثة مربعين سمعتني عند فيه بوابة كبيرة عندها جندرمري وهل معادن سمعت وفيه بوابة صغيرة تدخل منها الناس البوابة الكبيرة ما قد حد يدخل زقيبة ما هو عاطي له المعادن 300 وقية سمعتني ولا فم طب ولا فم رقابة ولا فم حتى هالمكاين هنا تياها وخلص وكل مكينة تخلص 200 في السنة سمعت والنمروات هنا تياها للصناعة التقليديين كلها مخلص 60 ألف والله 70 ألف للسنة ومعادة البلدية تجي هون ما هي معادلة شيء وشن هو وتخلص وتخلص ضرائب سمعت هذا ما هو مقابل نظافة ولا هو مقابل كهرباء ولا هو مقابل ماء ولا شيء وشن هو شوف الماء هون ينشرق بالسيترنا والكهرباء كلها عنده جروب يشغلوا سمعت وهون لا شيتوف لا كلها حوت يبلع حوت سمعت ما هون اي خدمه معدله في الدوله يسوى شنهي الا تصمصير الناس الضعاف الصغير اللي كلها مخلوق الله ماشي يجهر مئات الامتار يدور روايه له يعيش بها اولاده والله يعيش بها اخواته مره يطيح عليه حاسي وين تراوه يدوروه يدفنوه في بليده اياك انهم يتموا يوصلوا يرحموا عليه من قريب ما يجبر سمعت حتى هون المئات يطيحوا في الحسيان ويرتدموا عليهم ولا يعرفوا قاع الناس هم من هو سمعتني ونعرف لك الا علينا يا للاسف الشديد يا للاسف الشديد نبقوا الحكومه تعرف المواطنين تفضل انتم راكين الين يمرض حد منكم بان ايرجانس هو تتعدلوا شوف هون ما فيه ما هون بالنسبه لقرياج بلاد المكاين ما رد الله ان فيه طب سمعت وحد مرض هون لا يمشي على حسابه يمشي يمشي قيس طب يداو لا يمشي قيس طب يداو على حسابه طب الزويلات هون قيس طب الزويلات يداو فيه على حسابه وهو هو البلاد اللي فيها سمعت. اللي فيها انتومك تبعد كم عن الطب احنا هون في بلاد يقول قرياج قرياج هذا بلاد المكاين بلاد التعدين أيوة. بلاد طحين الاحجار تبعد 8 كيلوات والله تستعمل الدشره سمعتني سبحان الله وتشوف ونعرف لك على انها معنى تبعد 8 كيلوات والله معناها عن حد باصل حد خلقت له فهم ان ايرجانس ما فهم روايه فهم تقدر تساعده في وقت الايرجانس ما انا الله ما هي هون هون لا هي يقبل تغسل حسابه ويمشي يقيس الطب وتوه ويداو سمعت وهذه البلاد اللي تنعت لي انت هذه البلادات اللي تنعت لي فيها فيها أيوة. فيها فيها ليميتيان دورد فيها فيها لا بوليس ولا لجندرميري ولا
فيها جندرمري، فيها جندرمري عند البوابة. عند البوابة الكبيرة. عند البوابة الكبيرة فيها جندرمري فم. وتوف وقارين فيها مهل المعادن. بعد قلت له خلوة تلاف تسجيبه ما خلصت 300. من عن بعضه ما فهم موقفهم اللي هذيك 300. ما يدور اللي هذيك 300. سمعتني ما عندهم أي دور يعدلوا فوقها. لا يرفض. لا وانتم اللي لا يرفض حيثكم من ميت. أنا ما يعني فينا صبوا واحدة هون شوف هذا آخر المكان اللي كنت نعت أغارك كل واحدة تعطي ضريبة 200,000 بالسنة. ما وراه مالا هالمعادن هون يتشبوا تشبوا مولي فيهم واحدين يسكتوا على المكان هون واحدين يخلصوهم واحدين يتآمروا معاهم سمعت يرشوهم هالمعادن نفسهم سمعت زي. هون واحدين ما يخلصوا الضرائب هون واحدين حتى سمعتني الرشوة احنا ما قريبين هون شيء ما في الرشوة سمعت هذا اخترت بعضنا طرحت بالصورة اللي واقعية ونعيش هنا إياها في هذه المنطقة ذي وتشوف وانت كم لك فهم يوم السنوات الحمد لله السنة زايدة هذا لا هو العدد تعدد المشتغلة هذا لا هو العدد المشتغلهم لا يحتاج للضرورة. لا يحتاج فيه الضرورة حد. أنا اللي مجاهر ماتي تنقد نقيسهم. بي اللي خايف لعدنا طيح لي حاسي. ولاني لاهي نجبر حد ينقذني. ولاني لاهي نجبر حد يقرعني لا متت فيه. يقرعني يمشي مشي بي شهر أهلي. سمعت. وتوف ولا حقيقة ما هذا مشي به الحال بالطريقة اللي هي. مشي به الحال بالطريقة اللي هي. عندي صار رسالة. نختيرنا. نختار نوجهها من المنبر. شنو هي الرسالة اللي تختار توجهها لرئيس من المنبر؟ رسالة موجهة لأي حد يصنّد حالة من الحكومة. والله لا هي يوصلوا هذا البث اللي هو. طالب من الجماعة عنهم يزيدوا لبارتاج. كان رسالة أخونا هذا لطه مولانا توصل للجهات المعنية. جزاكم الله خير. الرسالة اللي تقول وجهها أولا لمعادن موريتانيا يا الله يعطوا لهذه الناس حقوقهم يا الله يتعاطوا مع المواطنين الضعاف اللي كلها ماشي دور يحصل شيء يعيش به والله يعيش به عياله وذا من حقيقة من الضرائب دايرين عليهم وعلى أنهم يا الله خافوا من المدارة سمعت رسالة أخرى قايسة رئيس الجمهورية عدن يعرف عدن هذا الشعب اللي تقريبا مليون زايد تقريبا مليون ونص ماشيين في هذا التلواد الذهب يعرف عدن منين يوفى من هذه القضية اللي هي لأنه لا يرجع للدولة وأن الناس قليل حد منها ما هو عايش في هذا الذهب اللي هو يلا الدولة توفر له وسائل وتوفر له طب وتوفر له طرق وتوفر له كل شيء يسوى شنو هو يحتاج له. سمعت بينين يتوقف هذه القضية اللي هي الناس لا هي كلها يوكل لوخر. سمعت ما أعرف عليك أن عايش فيه آثم الناس هذا الذهب اللي هو عايش فيه آثم مخارق الله. سمعت وصابرين وشوف هو شاق. وهي شركة المعادن ما هي معاونة. قلت لك على أنها شركة المعادن ما هي معاونة ولا هي قاعدة منها. بل هي جاية ضد الناس الضعيفة. معاونة أخبارها من المعاونة شوف هي تقبل الضرائب الياسرة سمعت هي كل مكينة هون قلت لك على أنها للسنة تقبل منها 200,000 كل زقيبة تقبل منها 300 يقال هذا مقابل إيش هي ما هي معدل الشيء هون حد ما هي معدل الشيء يسوى شنو سمعت هذا ما فيه طب معدلته ما فيه كراهة عاطيته لحد ما فيه الماء عاطيته لحد سمعت تقبل الفضل وتوكلها حسبنا الله. السلام عليكم ورحمة الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. خوتني هذا بعد إذا كان ما هو رجاج من عين المكان هذا بعد رجاج من عين المكان قاعد ونعاتلكم وشفتوا ذا كامي ورانا من المنبر. مشين رسالة الرئيس الجمهورية عنه
يوقف مع هذا الشباب اللي كله قال انه ما هو طالب ولا هو منافق ولا هو مصفق ولا هو سارق، انه ماشي يكشح عن عضلته ويشتغل ويعاون اهله عنهم. اول شيء عدلوا لهم عنهم يالله تعود فهم يونيتي ميديكال، يالله تعود فهم اسعاف، اسعاف بما في الكلمه معنى على المستوى في ذا كامل اللي يعود في اسعاف حقيقي، تعود فهم تعود فهم الامن في الخارج والداخل البلاد، لان هذو ما هم حتى العائله عدو اجنبيين شمل جانب يضحك لا يوقف معهم. وش قال؟ هذو ابناء موريتان خطروا عنهم يعيشوا بطريقه كريمه وعنهم يعاونوا لهم وعنهم يشتغلوا ويقرعوا شمل الثقل على الدوله، معناه عن الدوله مالياتها توقف معاهم. واول سياقهم الدوله تتعدلوا ان يونيتي ميديكال، ان يونيتي ميديكال طالنا طالبين من رئيس الدوله انه يجي انه هذو الشباب الذهب هذو يدير لهم يونيتي من الاسعاف، تعود على المستوى، تعود تقد تتدخل في اي ظرف واي وقت ما مات الوقت، وعود فهم امين تشين دوردر وراجين عند مولانا عنه يوفق المسلمين كامل. خلينا نقول بسم الله. بسم الله. عبيدين. ألو السلام عليكم. تراك أنا كنت واحد في ضرائب يكثر علي مردون هذا. أنا بقى قاعد دون حصل شيء بقى نرجع به. أنت شفته؟ خويا هذا اللي لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي الدولة فريما غريبة وتو. هذا سبحان الله، هذا واحد من عين المكان من 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 من. أنا إنسى من سانتورم هما هالوركاتي سانتورم رادهم وذا الشيء، ودنا قاعد يزكسبير في المعادن ما كنا نعرفه، نعرفه العرق ونعرفه إنه ينقص ونعرفه إن العرق يعود ماشي من لونور، والله نسيت واحد لونور. وياس بوي من هذا يا أخو سبحان الله. شفته موريتانيا هذا دولة غريبة، أنا بعد اللي أغلبني نفهم هيدا شيء توقف. تعرف زي كامل أنا بعد اللي حس فيه شفت قد حد يقول قاعد نحن الفارس قده كامل قد ينقال عن قاعد كريمينال وقاعد البشر إنين يعود قاعد ميت موت ولا يعني تصلح مفسدة يعود هذا ينقال تضحية قاعد إحنا قاعد أولاد موريتانيا قابلين نموت يقال يعود الأجيال اللي ورانا لا تصلح ولا تستفاد. يا أخي هذا خلقت أزمة في العالم لأحداث الربيع العربي والله ذي الواية، ويذهب لقرون الناس حاذرة فيه قاع ما عالم بها رقاش، وفتحوا هذا المجال الكبر مولانا مجال يذهب وقالوا للناس دوي واعدتوا وعادت محصلة منه شيء، وعاد عن إيكونومي جديد طالي الموريتاني ما كان خالق، قات ناس استفادة منه، واحدين ينكراو يشهروا، واحدين عندهم راس مال يستثمروه، لا هي أسلف الموريتاني بعد واحد يعود براس مال وقاعد يستثمروه موريتانيا، عاد موريتاني يقبض موريتانيا ويكريهم يشهروا له، هذا عن إيكونومي. يا غير هذا مع غياب الدولة وهذا مع هشاشة الدولة، يعني في بلد كموريتاني وفي ذي العالم المزقنا الإفريقي وحد يخرص إكسبرينس الذهب في السودان ويخرص إكسبرينس الذهب في غانا ويخرص إكسبرينس الذهب في لاناميبي وذا النوع يعود يدرس وهي شيء. احنا مشقرين على الدولة عنها هذا سكتر غايبة فيه، هي لا تاكسيشن وذ نو ريبريزنتيشن، انتو ما تخلصوا الضرائب يقال الدولة ما هي موجودة. كيف هذا كلام منادم انت تسمع قبيه قالك انه هم لا قبضوا حويرة قالوا هاي زقنينا من ترام موريتاني ناهي زق انه احنا عليها بلي جندرم ونديروا عليها واحد من جندرم موريتاني تابع للسوالات والله تابع للنواذيبو
وتوه يقفل هاي السركل واللي يدخل كامل يخلص واللي مراق يخلص شوخر ما هو خارج شوخر ما هو خارج. وموريتانيا احنا مع احنا معروف وضعيتنا احنا نين يعود المسؤول كاري دار ساكن في تفرق زينة كاري هم 250 الفوقية وتلاميده أولاده قريهم مدرسة خلص عليهم 200 والله 200 الف لشهر وهو خليص وما ولا حق 80 الف والله 20 الف هاي دور يعود مرتشي ذا ما عرفوه ذا كراو خلقهم اللي إدارين قالها إدارة معادن وعات رواية هو كينجبة منها ورجال عايشين منها واستفادوا منها وقرموها والناس وتوف انت تسوي لهم عنام براس عنام براس اخبارها وصنادر اخبارها هاي هو المعادن قالوا لك انهم يعطوك انت ارك قار والله رواية تجهرها ومفروض انك فيمت قدامك وفيمت وراك ما يعود فيها رقاش انين يفضلوا انك انك عرقك انه يبحوث على واحد ويعطوه قدامك سيكمت ورا ديمت ويعطوا الواحد وراك في بليده وكلكم عنده ماكينة تجهر افشي من تراب تتهرتك اوكي قال مناد ولا عاد وش من الفيران وتوه مطلصين تحت التراب وكلها رافد برسلس وتوه يقعد والدولة ما يخالف احنا الباقي فينا غياب الدولة انا هاي درك الواحد دولة انت درك دولة هذا استشتا هذا درك اللي إذا هو كانت خارجة ما 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 دخلت هاي الفاجعة بالصيفة هو قال لك ان هذا فل والله الواحد في الصورة انهارات تسركيلي عنا الان هم دافر ما هو ليتا الان هم دافر وتهم سلموا لانا شام سلموا لانا ترتت تعليهم بريدة قام مشالهم رواية عاوز يقال لك يسيون هي هذه الناس اللي جهزتوها وطلبتوها في هاي الخلوات كما قال لك الطفل قبي انا تعقف ترجع للنواصل عجيب والله لا دونك يلا الدولة تخطط لهذا هذا من البشر اللي عاد واحد منهم ساخي نفسه بانه تطيح عليه التراب ويموت وهات خمام الصبح لا يعود شنو لا ما حقق ماله لاك سكينو زيتون لابسونس دي ليتا ليتا ما ذي الناس الواحدين فيه لا يمحو شي كامل اثر قد يثبت منه وجود الدوله هي الدوله الغرض منها شنو غرض منها ينام براس وقفها قدامنا غرض منها دي ميليتير توقفوا هذا ماله اللي كان فهم دي ميليتير والله فماتين باز قريب والله شيء ها هو دور لمن وماشيين صاعوا واحدين ماشيين صاعوا واحدين شور ماري وخلموا لنا وذره اولادكم رايهم يطيحوا ليهم الحسيان مش شت هي الدول تخلق الازمات دول تخلق الأزمات إياك تثبت وجودها فهم؟ هذا اللي كان فانيتا أخر تشوف الشيف ليتا ماجور دي فورس دارميل هي وتشوف صاحب جندرميري هي وتشوف الوالي تو هاولي زيماج دارك مين باتي لبا مين باتي حاكم ودوالي ودماء هاولي زيماج حنا شفنا مشي عبر عن الدولة اللي هذيك الأمبيرانس وتو لا عرفوا قاعد كانها للدولة والله لا وتو تو قط شراها واحد من عرفاج عليها بينتير أمبيرانس دونك احنا الخايفين منه غياب وجود الدولة يعني في عقلية المواطن الموريتاني معناها اصلا هذا لورد دورادو اللي استحضرك البحث عن الذهب ده حاجة بيودينا ده فاش احنا ندور وجود دولة المغرب انهارات اثبتن فم دولة مخزن اثبتن خايفين قالوا المخزن احنا هناك المخزن ما عرفوا قاع كانوا خارجوا احنا ما شفنا حاكم ولا شفنا والي ولا شفنا باط كبرار من الصنادرة ولا شفنا أجام البوليس شفنا شم المواطنين واقفين على زيرة كلها داري دي تحت القود وخرص أجار متهرتك احنا نطالبوا به يا إخوان عودوا دولة احنا قاعد سوائلنا الحاكمنا اللي الرواية اللي تمكنتوا منها ثبتوا انها موجودة هذا هو طالبنا وحد يخرص الضرائب يشوف زقيبة يخلص عليها والوتة يخلص عليها والحمار يخلص عليها داخل مخلص مارق مخلص خلص ليش لا ياك تشوف موريتاني ما خلق رشوة وما هذا يعني 10000 راشد وحدين ما يخلص هذا 10000 هاي 10000 راشد ني توقف الصبح تقول ماتينا مخلصين بني بها نقعي وش لا يخلق توما ما يقدروا تحوزوا الى 10000 راشد وتكشكشوا من تحتهم ما عندكم الطاقة أولا ما عندكم من الصنادرة اللي قد يعدلها ولا عندكم من غازوال ولا من إصاص اللي قد يمرقهم ليك التراب معناه أن ما حد بيكم أنتم وهم احترام لا تخسروا ذاك الاحترام
أثبتوا وجود دولة. هذا هو مطلبنا منكم، مطلبنا منكم دوركم تعتبرونا بشر فينا الدم وفينا اللحم وعندنا إحساس ونقضبوا ونفرحوا ونتمردوا ونزوروا ونتصالحوا مع ذواتنا. أرفونكم حاكمين بشر، ماكم حاكمين حيوان. هو الحيوان يجفل ويصفق يعني يضرب ولا قل ذي الدويلبات، خلوا منها بقية أخلاق. وأنا أرجع الضرابي اختار لي فايدة، كان يبغى شيء مشير وارد دعتك بودان. حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدي المخاطئ الشيخ، شحالك الشيخ طلبة شمواسي، انت منين؟ الله المستعان. سبحان الله اخوتي، انا جلس في انا اخوتي ذا ما وقاعد يشد علي بصيفته هذه، خذوني رجع لا يقبل شي من الشباب ويزرقوا في الخلوات ويقولوا بينك مع الموت وتوف، هذا حكم ولا حكم عن حد؟ قبل شي من نجن وزرقوا في الخلوة وقالوا بينك تو الموت، جرب حظك ما يطيح ما سندو ذراع. سبحان الله، ما فهم امبيلانس، ما فهم عم ميتشين دور الصنادرة عندي لا بل منين تعطيه 300 وتوف وتخل خلا والله لا تخلى شيء يعني. هذا هو اخبار الذهب. الذهب عبارة عن مدة انقبضت وزرقت في الخلوات وعرضت للمخاطر، عرضت للحنوشة والعقارب وعرضت لكل شيء، وعرضت يبتلاو لربومو من القبرة ومن من 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 كل شيء خطير، ومعرضين يعني هم مرصون يطاحنوا بيناتهم ويتكاتلوا في ذيك الوسعية، ما علمت قاع بها بها صنادرة يعني صنادرة بس على واحد منهم يقبل عمده كي 300 وفو ما تبينوا معك علاقة انتم ما دين نقر قاعد قدوا كل واحد يقتل الاخر ما ما علم بيها. سبحان الله سبحان الله، حول أقوتي لا بالله، سبحان الله عجيب. هذا خطفني، هذا حرب ما يصبر، هذا ما يقدر يصبرته. وحد قال انه عنه راعي يقول لك مشروع تمرد، قال لك احنا هذا يدور يحرض الناس هذا كذا شيء. سبحان الله. علي المحجوب، بسم الله، لا حد قبل مدة قبل منها فضتها وقال هي بشي يصير هلاكك، قبل فضتها وقال هي بشي يصير هلاكك. بسم الله ونعم الوكيل. الشيخ ليميسيون تير فير سارفا ماتنا انا نطول. الشيخ انا قبضتك يا قال طالما ما قاسك الخط الشيخ وللطلبه. بسم الله بسم الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مفرار وخير صباح موسى الشيخ. يا خير بس يا خير يا الخير ياك معافيك صحه ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. انا دركت قاع لا شوي من كلام المسيه اللي في عين المكان فهمت يا غارب، نحن دولة صقعنا من تعياب ومشاكل ما شفناها خارجه غير بعد عندي هنا كان كونسي نبغي نعطي لهم هم ما شاء الله ذهب قالوا عن في 1 مليون والله وي صاميل والله فاميل والله جيميل للناس بركوا ما يعدلون الفيدراسيون يعودوا هما ضد الشركه فهمتوا يعدلون الفيدراسيون يعودوا هما ضد الشركه يعود عندهم الريسبونسابل يطرح مشاكل وعودهم قوه واحده يقولوا عنهم موقفين كل شيء ما اتينا مخلصين على سقيبه ولا اتينا مخلصين على تراب ولا اتينا مخلصين على شيء. سيدي المخيطير قبضتك قال ما قاسك الخط فهمتوا معناه الفاكتور ايكونوميك ما تلا خالق ذا الفاكتور اللي فتحته جديد ما تلا متحرك الناس كاملة طارحة غير الناس فرم تحت. نحن مشكلة الموريتان عندنا أي شيء نعدلون نعدلون مو على جراسة تا
التدارك للذهب ما عندهم من ريبريزنتاسيون. انتم ليه تتحدوا تعدوا فيدراسيون الشركه ما تتغلبكم؟ انتم اكثر منها، اكثر منها عدد الناس، دونك كلمتكم ليه تعود مسموعه؟ واضح لك؟ دونك قالتم عندهم فيدراسيون وعاد عندهم حد يريبريزنتيهم في زويرات وحد يريبريزنتيهم في سير بلاس وحد يريبريزنتيهم في نواكشوط، ما تلا حد قد يقلع منهم شيء، ما تلا حد قد يفرض عليهم شيء. فهمتوا؟ زقايب ما انا مخلصين عنهم ولا انا مخلصين عن قار ولا انا مخلصين عن حاسب ولا انا مخلصين عن شيء. يقول لي تطرحوا لنا الروايات نعود ونحن نخلصوا عن شيء دوك ومعروف، عود عندنا اسعاف، عندنا ناس مأمنين. ما كنت ما قلت فهم الناس قد قاع واحدين يجيبوا له شيء من ذهب يتضايقوا عليه يتفارقوا كلهم يقتل الاخر. ميسيسا كجدي. فهمتوا؟ توم ماكم موفرين لمن؟ ناس طاح ليهم حاسي، من با ما حركتوا، من الانسانيه ما يفيكم. فهمتوا؟ ما حرك حد، ما تكلم حد، ناس ماتوا دما والله فريدا ما ليت انت اخبارهم. الاسبوع الجاي يطيح حاسي الى واحدين اخرين يفرقهم. الارض خسرت باسكو الارض تنشهر ما هو عن طريق الدراسه، هذه الارض اللي تم تنشهر اللي تعقب تلقى لا شيء من الجيران وشي من الحفر. فهمتوا؟ هي ما هي صالحه للسكن ولا تتصالح للحيوان ولا تتصالح لشيء. ابريل والناس نهارهم ما تلاقوا جابرين شيء لين يرجعوا لا بد حد يوفر لهم وظائف يشتغلوا فيهم. فهمتوا؟ سبحان الله. الامور لا بد حد تعرف كل روايه ما يلتك تمينيميزي لي شوز، كل روايه يلتك تعود طارح لبليده، تعود معدله عن طريق دراسه. هذول الناس نحن يلتك نوفروا لهم الامن، نوفروا لهم الاسعاف، نوفروا لهم شروط الحياه في الارض يشتغلوا فيها، باسكو هذول الناس يومهم ما تاو جابرين فيهم شيء ليرجعوا علينا. غير نحن ودولتنا عايش، كنا عايش في بلاصه، الشعب عايش وحده والدوله عايشه وحدها. دونك الدوله واحله في لا حليب الشعب. فهمتوا؟ والشعب سيكين واحل فيه لا كله يعيط لا نمتس هو. فهمتوا؟ ما يعيطوا في بلاصه واحده. تمام مهل الذهب لارك ما عدروا اي اضراب، ما عدروا اي شيء، لا يوقف يجي واحد يفيلم يشر صورهم وتوفى المرده. لا من الرجال هذا من هيليكسات يركبوا فيهم ينفخوا واعدين نواكشوط يوقفوا قدام القصر يقولوا نحن ما تينا نقدر نعيشوا كمسا، والله ما يوقفوا نهار واحد، ما بناولهم طب شمال حق نهارين يدوري اكيبو. فهمتني؟ لينيون في لا فرص، الوحدة هي القوة لا بد منها. انا وانت مصلحتنا في الذهب نشتغلوا فيه، معناه ان انت بتس مصلحتنا العامة ما تبين اللي بارك عن الثاني. كما شركة عنده جي امبلوي والله كينز قد تغلب ذا من الرجالة، ضري صح ذا من الرجال لين يعد الحزب ويترشح ينجح يقبل قاع الرئاسية. فهمتوا؟ او مينيموم تعود عندهم من فيدراسيون ولو يتم يكوتيزولها يقبلوا دي بيرو يعود يكوتيزو عندهم ان ريبريزنتاسيون واضحة. لاني تتكلم من الشركة يجي لا فيدراسيون نو ذا ما بصيفتو دي. فهمتوا؟ نحن هون كوتيز عود فماتيا مليون كونتابيليتي تعرف كم هم يخلصوا عليه من زقايب، كم خال من زقيبه. دونك نحن كومبيان اون فيرسي ا ليتا كم من الفله. فهمتوا؟ عود روايه مضبوطه. دونك لانيتل نعرفوا عن نحن اون كوتيزي 100 مليون ولا 200 مليون ولا 300 مليون. دونك نحن لو كما عندنا نساهموا في تنميه الدوله. فهمتوا؟ وسينو نحن هم اللي كرينا الفاكتور ايكونوميك، باسكو نحن هم نوخذوا الذهب ونحن هم نوخذوا التراب ونحن هم نوخذوا الاحجار. دونك معناه ان نخلصهم. دونك نحن كونتريبي. فهمتني؟ كم دي زامبلوي كم تو الموند. دونك اكثر مردوديت نحن من الشركه هذا لين يعدلوه وتعود روايه واضحه ومدروسه المرده اللي تعود واضحه. اي تم لا قاعدين هون نكريتيكو ونعيطوا، لا ما يقدي صح. الناس ما يمصان تانا، ناس واحلين في الاير بزنس يحسبوا كم دخلوا من الفضاء ونحن ما مصايبين انه ولا واحلين فينا. فهمتوا؟ يالت كل ماده تقبل كل هل تاكسيات عندهم فيدراسيون سي كوم سا الدول يصلحوا بهذه الطريقه. هل عندهم فيدراسيون مشكله حد ما هو معاون في راسه مشكله ما تقدر تعاون. انا باع عندي انا باع عندي لنعدل ان تم هذه المنصه اللي نعدل شاك ويكلي بيسز شاك ديمانش نعدلها لين فوت انا لا ما هو حد مخزي بحد ناس كامله واحده وتشتغل. نحن عندنا الان كنا ينصح لوخر حاقبه كنا يعطي فكره جديده كنا يعطي فكره لوخر
أبارس أحمد أبارس ورقاج كل واحد ماشي يشتغل الراسه مولانا ناعم عليه بطريقتنا أو بأخرى نحن كل واحد منا واحد في سي بيزنس يعدل سي بيزنس لين يجبر وقت يجي يقعد يقوم يتكلم مع يدور كان يخلقوا دي سوليسيون تتشارك معهم الناس كاملة هون من ذا المنبر وذا كامل لا ندور نأكد اللي قلت انت قلت تري 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 بون إيدي عن هذا وهذا الذهب نعمل وتعد فهم يعطهم يبرموهم واعدين القصر الرئاسي يوقفون يقولوا نحن ما كنا مشتغلين ما عدنا مشتغلين على طريقة واضحة يتأمنوا شين قالهم توفرون الأمن توفرون الصحة توفرون الصحة توفرون إن أمبيلانس تعود بي تري تري بي إن إكيبي لي بريمير سيكورو مينيموم بعد و ما 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 ندورو مينيموم ندورو تري بيان اكيبي يا اخي نحن دوله خيراتها ما يوفاو ما ندورو مينيموم ده ما هو ده ده ما هو صعيب عليهم يعودهم يعدلوها توفروا لنا الصحه حقيقيه وتوفروا لنا الامن ما هو لا عند بل 300 امن عند البوابه اللي 300 وامن النقر عند كل بليده عند كل بليده ده هو اللي يو هو لابد من ان فيدراسيون والله ان اسوسياسيون تعود ديفاند الناس يا اخي ميسي لابد من نحن ما قد نحن نعقبوا نفرقوا واحد واحد نحن يا اخي هذا الخلق اللي لا تشك انك تنادي تعيد الخلق ما عنده روح فيهم لا لا كوريبسيون والنفاق والشياطين فهمتوا وكله بارك بي عن عنده قريب ينعر عليه والله عندي يا اخوان تتحدوا قال لك واحد وعن ذاك يسبب الفوضى انتم ابو الفوضى اشتري فوق من الفوضى الناس تموت ليلا نهار يا اخوتون سبحان الله خلاص انتم انتم راك هذا اللي بلعتهم التراب لقينا من هذا ما هو ما معتبرينه فوضى نو فوضى نو لاك بالنسبه لهم فوضى فوضى وحدين عنهم لا يجوا يوقفوا قدام الرئاسه يقولوا يطالبوا بحقوقهم ذا هو الفوضى عندك دور حقوقهم يدوروا الناس اللي ماتوا عندك ما هي فوضى مفرار ذا سي تيلما كومبليكي على الناس ما بيتفيق يا اخي انت ضركت يا انت ضرك بلاستيك لارك بلاستيك خالقه مده ما عنده اسوسياسيون ديفانديا ولا فيدرال يا اخوتوني خرصوا سيريك على هاي اللي بزركم انا ذا يحمي لانه معجب يا الناس توما مولانا قبلكم سينيغال ودايره بزركم يدور يحل لكم بها يا اخوي هذه دوله عندها الشعب فاهم واعي يعرف شين قالوا تابي سور لا تابل الشعب يعرف انت يقول بدي والشعب يعرف انت يقول مادي لا يعطي نعطيهم العافيه من فرار يقول لك انا رواي انا من ما يتحدوا قالك عنده فوضى ليه قالك عنده فوضى وهذا 11 شاب اللي خاضم من عند اهله ولا رجع ماشي عنه لا يجيب لهم شيء يعيشوا بيه حياه كريمه مات مشى وسرطوا ترى مات ولا يجبر باطي ولا يجبر ما جبر جفته ولا يجبر إسعاف هذاك تعرف خالق مزل يقولوا لك عن ذاك النوع خالق مزل ده ما هو فوضى يقرر الفوضى حط طالب بحق ولا ما في فوضى حد مش قال عنه هو يدور يشتغل وفي ظروف حسنة ده هو الفوضى فوضى مفرغ الفوضى حط طالب بحقه ما في فوضى لا حول ولا قوة إلا بالله والله مالي يا اخي هل الهب are you for real هل الهب مان هل الهب ياسر من الناس ما هم رقاجين ولا هم ثلاثة ذا ياسر من الناس سبحان الله فهمتوا ذا ياسر من الناس ما هو ساكن ما هو واكل ما هو شارب وحدين صاحبي خالب نوع من انا قاعد ماني قراي لي كومنتير انا ماني قراي لي كومنتير قال بارفوا لا يجي تنزل عيني على ان كومنتير كوم سا لايك صدفه مي جي بو با كونسوفوار كان
شاب ولا راجل كبير ولا شابة ولا مرة كبيرة مازال عندنا نوع من التقمام. عن حد يقول عن رجاج يطالب حقوقه عن فورا؟ Come on man. No 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 ما يقدر يصير. Are you kidding me؟ حد طالب حقه ما يالطو اللي ينع طالب توف. فهمتني؟ يا غير بعد هما نقول لك أنا عنهم شوف هما من با ما هنا ونهار واحد قال عنهم متى ومشتغلين من با ما عاد روح حداد مين يعرف حداد الناس اللي توف كله يلود الفضة خبطة ما يفيك لا كيت اللي بحمار والله كيت اللي بحجر هذا فهمتوا شي ما هو فيك انت ما يوجع 11 شاب 11 شاب خارم عند اهله ماشي يجيب لهم الصاير ولا رجع وهذا ما هو فوضى يا الناس من با ماخلك حداد يا أخي 11 شاب يتموا ولاده لعد اللي بيهم عدوا أرامل زوجاتهم لعدوا اللي بيهم وبشاو عن والديهم لعدوا اللي مازالوا بيهم ده ما هو فوضى ده موشي ده رواية عادية يا أخو من با الحكومة ما تكلمت فيه الحكومة ما تكلمت ده ما هو مهم عندهم ده رواية ما ده ما هو الدول اللي راح دول اللي في جيرانكم والدول العرب النوع اللي كلهم موتة رجاج واحد حتى يقعد هو اللي كانت راسه قلبت دولة قلبت لدي ستاند ان بي صلحك ده ما له ستاند ان بي 11 انا 11 روح يا اخي هو كلب نين يموت الناس صاحبي ما نعرف شيء بالله وحق كتابه قسما عظما من بيت انا قد شفت هون واحد يبكي بكي تشك عنه ما عن لين سولت انا مقاري فهم سولت قال ها ميت كلبه يا شفت ليمانيتين إنسانية لابد منها منفرر مد حد ما في إنسانية مدة ما في إنسانية ما تقدر تعرف قال لك عن شيء هو كل قوم يستحق يستحق ولكن اللي مشالهم اسك كومبرا بيلي لين يعود موت 11 رجاج ما هي فوضى وتعود مشيت الناس اللي بقات ما فاتت ماتت تمشي تلود حقها وتقعد الدور تشتغل في ظروف ملائمة يعود فوضى انا بعرف فرنش ما بالي ما تعرف مو فرار نقول لك روايه شفت الناس انا ما نعرف الناس بركوا دائما مركزين على الحكومه يا اخوان الحكومه الهس وصل تانكاردتنا ما عاد تمشي نحن ما خالق حد موريتان قط الدوله طاتوا حبه من الدويز يشربها ما هو خالق فهمتوا معناه ان حد هام وش صالح والله هام روايه كل مده فتحت مجال تشتغل فيه تامن مجالها تطرح له قواعد يعودوا واضحين تقول عندهم فيدراسيون والله ناسوسياسيون ويعودوا كتلة واحدة ويعودوا متحدين ياك يعود مسموع صوتهم انت نينجي انت وحدك تعيط ما مصنت لك حتى نينجي الف راجل الناس برلي تكسر وذنها بس هاي ميل بيرسون فهمتوا ايماجيني الصقاني تعود ايتي صام ميل بيرسون والله ده صام ميل بيرسون واضح لك يا غير موريتان هلها ما يوعى وهلها ما يتحركوا وهلها ما يتغيروا وهلها ما تعرف مشكلتهم شنو حانوا الدولة والله الدولة لحانيتوا 500 سنة ما إلي تعطيكم شي درتم لا تقصر عماركم مع الصباح والدحميس ما إلي تعطيكم ودا تكرم لنا منفرر الله يحفظك إن شاء الله شكرا جزيلا أنا ما تتلعين أبطالة هنا قبل الدولة تروى سابق نوفي ذا البث بس فرانش ما سيدي نمخير طبعاً يقبطك باسكو فرانش ما بالا سي ديكوراجان يعود رجاج السلام عليكم ورحمه الله يمضي عليكم السلام ورحمه الله تعالى مرحبا صافي لونتان كيف حالك شريك يا مرحبا كيف حالك يا لباس يا خال مرحبا ما شاء الله تبارك الله شطاري بك انت مرحبا ما شاء الله زين. ما شاء الله يك لباس يا خير الله يجازيك وبهذا طول النفس اللي مهلا ما شاء الله واللي تقدم ما قط مهلا يكون عاد رائع وجميل ووقته واشكر الاخ اللي كان يتكلم سابقك شوي لكن الحقيقه انا تلميذي لك وتابع لك واؤمن بافكارك هذه الحقيقه وشوف ليس من راك من سمع انا عجبتك لاني قسم موريتان ومشيت من سيلي بابي الى نواذيبو الى الداخل ومشيت وجيت للمناطق اللي مهلن فيها الحفر وراني دخلت في ذوك الحفر اللي يحفروا هم فيهم قلت انا فيهم قزوال من نفسي ودخلت في الطين ودخلت في ذوك المعارك اللي هم فيها كنشوف بعيني
معي عود حد يقول لي ومشيت على أساس على حسابي ومشيت بتلفوني وعندي فيديوهات مسجلين من الناس اللي في الحفر في من الانهجار وسابق ذا نقول لك على أني سنة 2012 واشنطن دي سي أنا اشتريت مكينة انقال لها 5000 هيك ساعة 2012 ومعايا حد راني ما نبقي نذكر اسمه كنا نشتغلوا في جيني كوناكري ندور كانوا يجبروا فيها الذهب ومشيناها عن طريق طريقة شرعية شارينا من كاليفورنيا وخلصنا عليها الضرائب ومشينا المشروع للذهب في بلاد من جيني انقال لها كانكا انت معايا لكن الحال بحال يعني افريقيا واحد كامل حتى ما نعود وال من الحكومة كمواطن موريتاني سافر عن بلده 20 سنة عنه لين جيت وجيت مسقط رأسي لحقتك هر تمدن الناس اللي في البادية أهلي اللي في ذيك مناطق مبود وذيك المناطق ودي النص ومناطق أكثر وطنية وأكثر تمدن لأنهم أصلا ما هم عظام أنهم متمدنية غير بعد تمدن وهم البادية وما زالوا لا قومي اللي نعرف وجماعتي اللي نعرف وأهلي اللي نعرف لكن إلين جيت كمواطن عايش في الغربة من الزمن كامل وسامع بأن عندي دولة قال لها موريتان وعندي حكومة إلين جيت وجيت ما عرفت الدولة كان نحلم كان في نواكشوط كان هي العاصمة والله هم عاصمة ثانية وفي خيال الآخرين ما هي تابعة لأي قانون ما هم شيء ينقال له النظام والنظام إلين يعود ما مطبقينه أهله اللي لا يطبقوه معناه أنك ولين يعود الشعب من نفسه يخلو النظام ويعود الشعب من نفسه حسب الدراسات اللي يقولوا لأن الشرطة ما تكفل اللي موجودة في موريتان بنواكشوط أنها ما قد ما هم من الشرطة اللي قد يأمن نواكشوط يلين يعود الشعب بوضة كامل المثقف منه والأمي والوسط والضيف لا جمالا كان في دولة محترمة ومتنظمة يجي يعلم له لأنه قلت النظام معناه أنك هذا إحنا نبدأ من منين هذا 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 من ناحية شوف قضية الذهب اللي هي المهمة قضية الذهب اللي هي الأساس أنا مشيت وجيت لرواقيج مظلومين وظلمهم نعرف إنه شيء عادي في موريتان بهاش به اللي إنسان ما عنده حد بأخلاقه والله ما عنده وسيط والله ما عنده رقاج مالن يقد يدافع عنه هذا قطع عنه أعوذ بالله مالن مصيره لا لا ان شاء الله يمشي الجحيم هذا انا عندي ان فيديو على صفحتي معدلها من شخص انا من نفسي هو اللي نتكلم معاه فوق الحفره شيباني وبليغ وسليق اللسان واضح له الرؤيه ومظلوم رانكم حد دخل صفحتي راهي ضرت لحد 20000 هذا سابق للحادث اللي رانا مترحمين على ارواح هذا الشهداء اللي بنا قرش يوبي أنا جيت للشامي وجيت للشامي وقفت قدام ذيك البوابة اللي تخلص عندها الفوة وجاوني أهل المعادن والله يعلم الله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا قمة الجماعة اللي كانت نراه ما يعرفوا أنا شنو ولا أنا من هو ولا أنا من أين جاي أراهم كانوا في قمة التعاون وكانوا مشاوا معايا وقالوا لي لهم لا هي يدخلوا معايا واني عندي الحق في ندخل وان اي مساعدة نبقي ندورها والله يطالعوني عليها والله اي امر اسوه شنو يعني المكان انهم مستعدين في عدراني ما نعرفهم من هما وهما ما يعرفوا انا منهم وذا اللي شفت قطعا انهم ذو المكان اللي يطحنوا الطحين الحجار وذو الواقج اللي ما بين يدخلوا لولا لهم ذوك الشرطة وذوك الدرك وذاك النظام اللي مهلاً عادي لكانوا قاعك لكان أدى كارثة أكثر من لا قاع المكاين لا ذيك قرياج المزرب على هذا المزرب على المعدن فيه هذا المجتمع اللي ينقال الموريتان يقلوا شيء ينقال له التنظيم يقلوا شيء ينقال له على أنه قد يؤمن بشيء أسوأ هو شنو ينقال له الدولة ولو رقاج واحد وما خمس صنادرة والله ستة بين عشر تلاف رقاج ومطروحة لهم قائمة يارضتهم يقوموا يأخذوا معها ميسي لا أولا ماني قاطعك سيدي اسمح لي ميسي لا أولا بابلس ست صنادرة
والله خمسة مطروحين لعشرة آلاف من الوادي البروبليم هو طبعاً صحيح 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 يا غال شوف خويا اللي قلت جميل جدا الدولة يلا تطرح الكافي من من من, من أنا شفت لا الشامي الشامي ما نعرف بالتحديد ذاك اللي هم من من, من رجال الأمن لكن ذول واقيج ذول الأشخاص اللي جاوني في سيارات لنتين وتابعين للمعادن قطعاً هم كانوا متعاونين وكانوا ناس عملهم وهاللي ملانهم اللي عدلوا أنا بعد اللي ظهر لي منه على إنه ناس كانوا واعيين اللي عدلوا وكانوا متعاونين وحتى إني واحد منهم سولته عن سيفتي اللي هي الأمان وش الطريقة اللي قال لي شوف نعت لي أمبيلانس واقف اللي هي كان صالحة كان ما يصالحة يقرب بعد أنا من نفسي شفت أمبيلانس الموجودة في الشامي واحدة والله اثنتين عندي يعني بعد شفت لا واحدة قطعا لكن سمعته وسولته هو يكان هذا يكان كيف تهلقينه والله كيف مكان ثاني الناس اللي تجهر يكانوا هما يعطوهم 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 يشرطوا عليهم وسائل مسائل للسلامة يعني كيف تحد مشت سيارة ماشي مثلا في خلوات ما يعرف كانوا قد يموت بيه العطش والله كانوا عندهم له مسائل من انفسهم يطرحوها قال لي عندنا قال قبال وليني الحسيان يليني يعودوا لا ينجهروا الجيولوجيين اللي مسامحين اصلا عاطين لدن في ذيك المنطقه من التراب يعرفوا عينت الارض اللي لا يجهروا فيها ويعرفوا مدى خطوره كل ما لحقت ابعد والله لحقت مسافه معينه من الجيره يوم تعودوا هالمعادن يحرموها هذا راني مثلا انا ما وقفت عليه شفته يا غير هذا انا قالوا لي صاحب المعادن في الشامي يا غير قال لي احنا يقلب قال لي ما هم لا هي يسمعوا لاي اوامر اسوء هي شنو قالت لهم ولا هم لا هي قال لي يقبلوا حد يعود لا هي يوجههم بشيء اسوء هو شنو وعقب ذاك لين يغيروا المكان اللي هو الحفره والله ميور اللي جاهرين يقولوا لهم على انه مات صالح للجهيره يعتبروه هو مع انه لا ينعطى المده ثانيه انه فات عاد في عرق والله عاد فات مبين عرق وعلى انه مرن هما قصدهم بيقفلوه والله يبعدوهم عنه انهم لا يعطوه الاخرين ها حقيقه لين تفقد الدوله الثقه من المواطن وتفقد من الشعب عاد حقيقه قبيله كنت عليه تحميل المسؤوليه مني ومنك لا يعود صعب لان اصلا ما همشي قاع نظام عقب ذاك ما همشي تحت قاعده ما هم تمشي تحت قاعده عقب ذاك هذا الرواقيج اللي يدفعوا الضرائب اللي قال لك 200 الف الليله عاد رقاش واحد على الماكينه والله انتين بي اللي يقبل فوتوكوبيات من 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 الضرائب اللي يخلصوا ويدفعوا مثلا الرشوه للوزاره والله الوحدين ويعطوهم ما يعطوهم اوراق من الكيت اللي عدلوا في الوتات يقول لك هاي متومية ماشي قال مرومه والله مثلا دي بعد من الوتات الموريتاني يجروا رماركات يجروا هم لاندروفيرات وفي لاندروفيرات يجروا تويوتا وفي هاي اللي نقول لك ما هو نشتو انا الترويمه هاي ما كنت نعرف الثم يوبي باختصار حتى ما انا نقول لك ان اني وانت واحد ثاني لين يجي الموريتان دور يبحر من منين يبدا تبدا من الطريق انا وقفت عند ضوء احمر نقز لي واحد وقال لي لين ما تحوز دور نخبطك بالوتة انت موقف وش الدور قلت له ضوء احمر قال لي احنا ما نوقفوا له وانا قاع هذا مواطن لين نشوف واحد من الصنادره في نواليبه وقوة حكومية قاطع الله وأحمر شلي نقول الراسي أنا شفتك أنت اللي تبث بالناس شي صالح والوحدة وأنهم يالتهم يعودوا مثلا يعرفوا حقوقهم يالتهم يعودوا متنظمين وأنت ما لك متنظم ولا لك متابع لأي نظام سوى شنو أنا شلي أنت قول لي وين لا ينجبر الحل بالله عليك يوبي انا جيت لجيره بحسيانهم وعندي ان فيديو معدلها انا من نفسي من من من, من العذاب الاحمر والله اللي يبكي الواقع اللي هم فيه
وعالم مولانا اللي يشتغلوا من اجل يعيشوا من اجل يعودوا احرار محصلين شيء من عرق من عرق جبين الواحد منهم. وعالم مولانا ما تشوف بايديهم ما وجع قلبك خايفين لا يصرب وراهم حامل كلهم حامل شهاده وكلهم مهلا مات لعنده يكون يشنق راسه دي كره المشاكل. عقد لك يظلموه واحدين يقبضوا منه مكينته والله يقبضوا منه مرته ويقعد ما عنده حد له اللي توسط له he can go to the hell. هذا واحد قال لك انت مانك فاهمشي. اصلا ماني فاهمشي انا لو كنت فاهمشي ماني هون قاعد نتكلم مهلا في فيسبوك قاعد مهلا معك انت اللي فاهمشي على مستوى واحد قال لي ماني فاهم اصلا ماني فاهمشي انا فاهم لا علمني خايف يوبي هذا يلا من الناس البعض منهم احنا طبعا ما عندنا قلت لك الدوله انت مالك جاي تعاقب يانا الموريتان وكم لك من الزمن شفت الواقع اللي نعيشوه ما هم شيء ينقال له النظام ودولة ما تعرف من منين تبدأ. للقاز اللي ظل يحاضر في الجامعات وقاعد في المكاتب وينظم في القوانين هو من نفسه اللي يخل بالقانون اللي هو بالنظام اللي هو. يا غير للأسف احنا نبدأ بروسنا كما قال لك الأخ المالو ياسر. احنا نبدأ بروسنا إلين ما ننظم روسنا ونعود على الأقل كيت سيني قال هذا والله جينا والله مكان ثاني بعد العالم اللي احنا الآن نختار نعود إفريقي. وانت بعد نهار لبعد انت عشتو انت مالك عاقب لكم جيت نواكشوت مالي شفتك انا اللي نتكلم لك عليه احنا الشعب ما لنا متنظمين واللي يقولوا يطلعوا لك تركون اللي نتلم منه ياسر منهم ما هو لا يطبقوا الى جيت لا تشري من محل يوطى واحد على رجليك ما حنك تقبض دقيقه وهذا انا عدلته لايف اسمع هذو الشهداء اللي بناوي يفرحني بالخافي لين تراجعوا المجهر اللي كانوا عليه يعلم السميع العليم لين تراجعوه دورة الحقوق ما هم متقيدين بأي شيء من السلامة اللي بعد عاطينهم المعادن أسوى قاع المعادن محملين مسؤوليتهم والله الجهة المتوالين لهم واسمح لي ما لنا ردتك الله يبارك الله يبارك جزاك الله خير مرسي رانا مرة أخرى ناهي مطالبين الدولة عنها هذو المناقبين عنهم يوفروا لهم الصحة والأمن يوفروا لهم الأمن ما هو لا عند بالثلاثمية يوفروا لهم الأمن داخل شعورهم هم لأنهم يعني يقدروا يتكاتلوا ما يعلموا بها الثلاثمية ويوفروا لهم الصحة ما إلا أمبيلانس واقفة تعود قاعد على الجزوات والله عود أمبيلانس على المستوى فيها 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 الأدوات اللازمة وماكسيموم ويرأفوا بيهم مالي ويعودوا لهم سند من هذه المعادن اللي فهم اللي شاكين منهم وتوف وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم مرة أخرى أنا مرحمي على هذو الموريتانيين اللي فقدوا أرواحهم في طريق البحث عن لقمة العيش في طريق البحث عن حياة كريمة إنا لله وإنا إليه راجعون نجابه إن شاء الله يوم الحد الجاي.